انا بنت مدينة صفو، ما كنلقاش فين نفرغ المواهب ديالي. كنطالب قاعات المسرح لإعادة فتح سينما المغرب العربي. انا ولد مدينة صفو، بغيت الفراغ فنفرغ موهبتي. بغيت قاعات المسرح وبغيت السينما، خليو سينما المغرب العربي. فتاة شابة بنت مدينة صفرو، بغيت فضاءات فين نفرغ موهبتي. بغيت قاعات للسينما، بغيت قاعات للمسرح، خليو سينما المغرب العربي. انا شاب من مدينة صفرو، بغيت فضاءات فين نفرغ الموهبة ديالي. بغيت قاعات السينما. بغيت فضاء فين نفرغ موهبتي. بغيت قاعة المسرح وبغيت السينما، خليو سينما المغرب العربي. شيك معكم يوسف من مدينة صفرو في جمعاوي. مكرهناش سينما المغرب العربي تفتح، تقو فيها بزاف دحو. سينما المغرب العربي تفتح. السلام عليكم، معكم رؤوف صباحي، مخرج سينمائي وتلفزي مغربي من مدينة الرباط، ومن العشاق ديال مدينة صفرو. مدينة صفرو مدينة تاريخية جميلة المعروفة بزاف ديال الأنشطة الثقافية. التضامن ديالي مع هاد القاعة باش تبقى، وباش المجلس ياخدها ويبقى محافظ على الكلمة ديالو، وتنقد ويرجعوا لها الأنشطة الثقافية ديالها، ويرجعوا لها الأندية السينمائية ديالها، وترجع البسمة السينمائية لمدينة صفرو العريقة.